انبوكسنج للكاميرا كانون تا 80D. الكاميرا دي انا تعبت عشان اجيبها يعني عانيت المر. ده الانبوكسنج للكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده المانيوال جايد اليوزر مانيوال كات. ودلوقتي الكاميرا دي نازلة بفيرجن خاص باللينز 18-135 اوتو فوكس مانوال فوكس استابلايزر للكاميرا لللينز نفسها. تقدر ان انت تعمل لوك. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اول حاجة. دي الكاميرا البادي. هي البادي لوحده تبقى زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاميرا فيها يعني اكيد ناس كتير عارفاها, وهي كاميرا كويسه جدا للفيديو وللفوتوغرافي برضو, يعني الفيديوغرافي اكتر, لان ال LCD دي هي فول فريم. في الاول الكاميرا فول فريم 24 ميجا بكسل 24.2 مثلا حاجه كده, يعني مش متذكر بالظبط. فدي بالنسبه لي ماي فيرست بيبي, اول مولود ليا. و يا موسى يلا شوف في ايه تاني معانا. ده البادي LCD تاتش سكرين. الهيفي بتاعها مش تقيله, حلوه جدا يعني. تقدر تحطها على اي ترايبود, مش تقيله قوي يعني. مش عارف بالظبط قد ايه كام كيلو, بس يعني ممكن تبقى يعني مش كتير, كيلو الا شويه يعني. وبيجي معاها تاني حاجة اللينز المية 18-135 زومينج USM. فيها ستابلايزر اوتو فوكس مانوال لوك لو عايز تلوك عشان الزومينج ما لو بتصور مثلا سيتوب او مش عايز حد يفضل يلعب في الزومينج كتير, فتقدر ان انت تعمل لوك لللينس نفسها كده. انلوك كده لوك كده لوك كده انلوك. حاجة محترمة جدا, لينس من اللينسات المهمة جدا في الفيديوغرافي. الكاب بتاعتها يعني يا جماعة ريحة الحاجة واو يعني ما شاء الله. هي بيجي في الباكج بتاع او الكرتونه يعني بتاعت الكاميرا, بيجي معاها تشارجر شاحن تمام, بطاريه, بيجي معاها الفيشه الخاصه او الوصله الخاصه بالبطاريه, وبستراب الهاند ستراب او النيك ستراب اللي بيتحط في تتعلق فيه الكاميرا. حاجه كويسه وشكله لطيف. بس مفيش حاجه تاني. طيب ايه مهم مع الكاميرا دي؟ الكاميرا دي بينقصها ميموري كويس, ميموري كارد كويس نوعه يعني يبقى لطيف ظريف. هيبقى غالي شوية لو انت بتستخدمه في الفيديو اكتر, هتحتاج حاجة السرعة بتاعتها عالية. ممكن مثلا الستارت الميموري يبقى حوالي 700 جنيه 500 جنيه يعني لو مهتم وهي الكاميرا لو مهتم بالفيديو. الكاميرا زي ما انتم شايفين حاجة كويسة, والباكج يعني كان لطيف وظريف. دي الحاجة. الخاص بالكاميرا ال80 دي ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى
عن الريفيو بتاع الكاميرا في الصور ازاي، في الفيديو ازاي، الاستابلايزنج بتاع اللينس نفسها كويس ولا مش كويس، اذا كنت عامل ريكومند عليها ان انت تقدر تشتريها كستارت اب كحد بيبدأ في الفوتوغرافي او في الفيديوغرافي، بلس ان الكاميرا دي هتبقى سوبر بيرفكت وهتاخدك للنكست ليفل باللينس الخمسين دي، وده ان شاء الله اللي هنشوفه في الريفيو الجاي. استنى